اسأل ولا تخف. يقول المعترض: القرآن كتاب سرياني، فإنه بإمكاننا أن نفهم القرآن إذا حفظنا على نفس الكلمات أو غيرنا فيها قليلا، فالقرآن ليس كتابا عربيا. والجواب كما سيأتي. أولا، هذا الموضوع إن شاء الله سيكون عنوان كتاب سينشره إن شاء الله مركز رواسخ في الفترة القادمة بإذن الله. ونبدأ فنقول: القرآن كتاب عربي، القرآن شهد لنفسه أنه بلسان عربي مبين، فنطق بهذه الدعوة أمام قوم لم ينكروا عليه. ثم إن دعوة شبهة سريانية القرآن لم يعرفها كفار مكة، فالقرآن قد نقل اعتراضات الكفار مرارا وتكرارا، ذكرها في غير ما موضع، لكنه لم يذكر أبدا شبهة تقول إن هذا الكتاب سرياني فنحن لا نفهمه. إذا كفار مكة ما اعترضوا هذا الاعتراض، أهل الكتاب زمن البعثة ما اعترضوا هذا الاعتراض، النصارى في العقود في القرون الأولى لم يعترضوا بهذا الاعتراض، يوحنا الدمشقي عندما ألف في الطعن في القرآن في مقالته بدعة الإسماعيليين ذكر اعتراضات كثيرة جدا لم يذكر هذا الاعتراض، النصارى السريان بعده لم يذكروا هذا الاعتراض، ما قالوا لماذا أيها العرب تسرقون لغتنا، لماذا تأتون بكتاب سرياني فتقولون هو عربي. النصارى في القرون الوسطى لم يعترف في أوروبا باللغة اللاتينية واليونانية والسريانية والقبطية وغيرها في الشرق والغرب لم يعترضوا بهذا الاعتراض، هذا الاعتراض لم يعرف إلا في القرن العشرين على يد قسيس عراقي اسمه ألفونس مينغانا في مقالته سيريك انفلونس اون ذا ستايل اوف ذا قران، التأثير السرياني في القرآن. وهذا المقال قائم على مغالطة عجيبة، وهو أن يأتي بأسماء الأعلام الذين عاشوا قبل الإسلام وعاشوا في بيئة غير عربية فيقول هذه الألفاظ وهذه المصطلحات هي سريانية وبالتالي فالقرآن جله سرياني، وهذا كلام باطل، لأن اللغة العربية تستوعب الألفاظ الأعجمية فتدخلها في المعجم العربي. فأنت اليوم عندما تتحدث بلغة مثلا بلاد المغرب الإسلامي فقد تستعمل ألفاظ ليس أصلها عربي، مأخوذة من اللغة الفرنسية أو الإيطالية وغير ذلك، لأنها دخلت في المعجم المستعمل فتتحول إلى ألفاظ من ضمن اللهجات، لهجات أهل تلك البلاد. فاللغة العربية تستوعب الألفاظ الأعجمية فتتحول بالاستعمال إلى ألفاظ عربية. هذه الدعوة باطلة، لماذا؟ لأنها تفترض نظرية المؤامرة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه في زمن ما في فترة ما انتقل الناس من اللغة من وصف لغة القرآن على أنها لغة سريانية إلى اللغة العربية. هذا الأمر لا يمكن أن يتم بطريقة سلسة، لابد أن تكون هناك مؤامرة. وتفسير أصل اللغة العربية وأصل القرآن تفسير تآمري، هذا تفسير غير علمي، تفسير غير أكاديمي، تفسير شعبوي. ولذلك الباحث الكبير روبرت هايلاند في كتابه سين إسلام as others saw it، رؤية الإسلام كما رأه آخرون، هذا كتاب ضخم ذكر تقريبا كل ما نملكه عن صورة الإسلام عند الأمم المجاورة للمسلمين، سواء باللغة القبطية أو الأرمينية أو اليونانية أو اللاتينية أو غيرها، فجمع شهادات المناطق المجاورة في زمن البعثة وما بعدها في القرن الأول. يقول هذا الباحث صاحب هذا الكتاب المهم: تفسير سرينية القرآن تفسير غير علمي البتة، لأننا نعرف أشياء كثيرة عن الإسلام تمكننا أن ننفي أن يكون هذا الكتاب بلغة أخرى غير اللغة العربية. أخيرا، كيف نفسر التشابه الكبير بين الألفاظ الموجودة في القرآن والألفاظ الموجودة في السريانية؟ وجواب ذلك سهل جدا وهين جدا، فنقول: اللغة العربية تنتمي إلى نفس جنس اللغة السريانية، إلى نفس العائلة، اللغات السامية. اللغات السامية تشترك في 4 أشياء: الصوتيات، النحو، الصرف، والمعجم اللفظي. فالاشتراك في هذه الألفاظ سببه الأول الانتماء إلى نفس الأسرة اللغوية، السبب الثاني الاشتراك هو أن هذه الألفاظ متعلقة بأنبياء عاشوا قبل الإسلام في بيئات أخرى، وأنبياء وأسماء ومصطلحات ظهرت ضمن بيئات أخرى غير عربية. فلما جاء القرآن لن يأتي باسم أسماء هؤلاء الأنبياء ليغيرها، وإنما ماذا يفعل؟
القرآن يأتي بهذه الأسماء كما تتداول في البيئة العربية. في البيئة العربية تتداول بصيغة قريبة من الصيغة السريانية، لأن النصارى السريان كانوا هم أكثر التجمعات الدينية ذات المعجم الديني الواسع، فالقرآن نقل هذه الأسماء كما تتداول في هذه البيئة، وهناك تأثير سرياني في هذه البيئة، لكن هذه الكلمات من خلال استعمالها في البيئة العربية تحولت إلى كلمات عربية.